يعني احنا في البداية عايزين نبدأ نقول للمشاهدين اللي ما يعرفوش طبعا ايه هي مدارس ستام وعبارة عن ايه؟ تمام، هي مدارس ستيم، مدرسة أو مدارس للمرحلة الثانوية، عظيم. بتقبل من طلبة الإعدادية سواء مدارس حكومية رسمية عربي أو تجريبي أو مدارس انترناشونال، عظيم. كل دول من حقهم إن هم يقدموا فيها. هي مدارس بتعتمد على المشروعات Project Based Learning، الولاد بينفذوا مشروعات بإيديهم، بتعتمد بالدرجة الأولى أو بتهتم بالدرجة الأولى بمواد معينة زي الساينس، الماث، الحاجات اللي فيها ابتكار او حاجات ابتكار ابتكارية. اكتر، تكنولوجي طبعا. هي كلمة ستيم هي عبارة عن اختصار لكلمة ساينس، تكنولوجي، انجينيرينج، ماثيماتكس. ماثماتكس. اوكي. فده اختصار لكلمة ستيم او تعريف كلمة ستيم. فدي المواد طبعا اللي بتبقى عليها التركيز الاكبر، الدراسة كلها بالانجلش، حتى للطلبة اللي هم خريج مدارس عربي. العربي بيتعمل لهم كامب كده قبل الدراسة لدراسة اللغة الإنجليزية لو هم لدراسة عندهم ضعف اللغة فيها شوية. الإنجليزية. أوكي. هي مدارس داخلي، احنا عايزين فبرضو نتكلم في موضوع انها مدرسة داخلي ده، لان دي يعني الكونسبت ده جديد شوية في علينا، مصر جديد طبعا قوي. جديد جدا، فعايزين هو نعرف طبعا منتشر في دول بره من زمان سنين. الثقافة دي ما كانتش موجودة عندنا قبل صحيح. ستم. طب الموضوع ماشي ازاي بقى كمدرسة داخلي والفكرة جديدة خالص علينا في مصر، فمدارس ستم الداخلي بيتم فيها الأمر ازاي؟ الولاد بتروح امتى؟ بيرجعوا امتى؟ الدراسة بيبقى شكلها عامل ازاي؟ العام تمام. الدراسي مدته قد ايه وشكله عامل ازاي؟ العام الدراسي مدته تقريبا نفس مدة العام الدراسي العادي جدا، هم ترمين، 2 سمستر. اليوم الدراسي مفروض من 8 ل 3. الولاد بيبقوا في السكن، بينزلوا الصبح طابور مدرسة عادي جدا، بعد نهاية اليوم الدراسي بيتوجهوا للسكن. ال3 وجبات موجودة عندهم، فطار قبل المدرسة، فترة وجبة الغداء بعد اليوم الدراسي، وجبة العشاء بالليل. وفكرة الإقامة بتاعة المدرسة أو إقامة الولاد في المدرسة، أنا شايف فكرة مهمة جدا، بتغير في شخصية الولاد تماما. أنت تخيلي ازاي بقى؟ حضرتك بتاخدي ولد أو بنت في سن الثالثة إعدادي أولى ثانوي، بتواجهيه مش بعيد عن عارفه، انا بيته، بعيد كولية عن امر ماما، مش بعيد قادره عن اتقبل ولا الفكره انا قوي، ولا بعيد عن بتخيل ماما الموضوع وبابا، بعيد عن ماما، دي مش مهمه قادره قوي، بعيد اتقبل عن اكل ماما. دي فتره خطر، يعني دي فتره تشكيل شخصيه الطفل لو هو مثلا في مرحله مراهقه، فوجود الاب والام ده حاجه يعني مهمه جدا. ف الولاد عليهم اشراف 24 ساعه في السكن. في بعض مديرين مدارس تقريبا ما بيروحوش بيتهم قبل الساعه 9 10 بالليل، دي حقيقه. مديرين المدارس بالاخصائيين الاجتماعيين اللي ليهم دور برضه مهم جدا في الحته ديت، الاشراف تقريبا، مش تقريبا، الاشراف على مدار 24 ساعه بالفعل في المدارس. طول العام الدراسي بيبقوا في السكن الداخلي وفي المدرسة طول العام الداخلي، الدراسي فبيشوفوا بالظبط. أهاليهم إمتى؟ في الويك إند مثلا ولا خميس وجمعه، والجمعه زي وسبت بمعنى الكليات صح، يعني هم العسكرية زي كده؟ الكليات العسكريه. انا عايز اقول لحضرتك يعني هي طبعا ملهاش توزيع جغرافي معين. احنا عندنا ناس من القاهرة موجودة في الأقصر، موجودة في البحر الأحمر، في طلبة كتيرة ما بتنزلش في الويك اند، ممكن يقعد أسبوعين وثلاثة، هو بيفضل الإقامة في المدرسة، بيخلص اللي وراه وبيرجع البيت مثلا مرة في الشهر بناء على طب هل رغبة هم الطلبة ليهم نفسها. مطلق الحرية مثلا هم في الويك اند؟ اصل في ثانوي هم كبار الى حد ما، مش اطفال يعني، مش تمام. بيبيز، فهل هو ليه مطلق الحرية في الويك اند ان هو يخرج، ان هو بموافقة ولي الأمر، يعني يعني أنا يقدر ان كمدير هو مدرسة يتحرك؟ بالظبط لازم ولي الأمر بيتصل بيا، أنا عايز بيرميشن لابني إن هو النهاردة هيخرج، هيخرج. هيروح يجيب حاجة. الولاد بيخرجوا كتير أثناء الأسبوع الدراسي، كمان أثناء اليوم الدراسي، بعد انتهاء اليوم الدراسي، علشان مش جيش المشروعات. يعني. لا اوكي. مش جيش، ده هم عندهم مشروعات وعندهم حاجات لازم محتاجين يتحركوا عشانها. بيحتاجوا يتحركوا طبعا.